حضرتك ماكو مخالفة دستورية حتى البعض يقيم شكوى عليكم؟ لا شوف خل أبلش، كل قرار إداري يحصن من الطعن يعتبر قرار دكتاتوري وهذا انتهى مع ذلك الزمن. فمن حق أي متضرر اللجوء للقضاء، والقضاء هنا أتحدث عن القضاء الإداري وهو يختلف بطبيعة الحال عن القضاء العادي. القضاء الإداري وجد للحد من تعسف الإدارة من استخدام سلطتها التعسفية في صلاحياتها، لذلك المتضرر ممكن أن يلجأ إلى القضاء الإداري. نعم. بالتأكيد سيحصل على إنصاف، فمن حقهم إقامة الدعوة في لدى محكمة قضاء الدولة أو لدى أي جهات لدى المحكمة الاتحادية. نعم. ما عندنا مشكلة، ممكن أن يلجؤون، لكن كما ذكرت لك نحن نعتبر قرار مجلس الدولة حجة، ولذلك مجلس المحافظة لديه فكرة بتسجيل الدماء لأن مضت عليهم قسم منهم 18 عام و20 عام يعني وضحت الفكرة.